السلام عليكم. إن شاء الله نستكمل سلسلة فيديوهات مادة الثيرموداينامكس من كتاب Thermodynamics and Engineering Approach ليونت شينجل وميشيل بولز للدور الثامن. والنهاردة هنكمل شابتر 9 بتكلم فيه على الجاز باور سايكلز، وهناخد النهاردة البريتون سايكل. البريتون سايكل هي نوع من أنواع السايكلز المستخدمة فعليا على أرض الواقع في محطات توليد الكهرباء، وبنعتمد فيها على الجاز توربينز، باعتبار ان الماده المستخدمه بتبقى في الاساس هي الهواء، وبنعملها عمليه كومباشن فبتحول الى كومباشن جازز، وبنستخدم الكومباشن جازز ان هي تعمل روتيشن للبليدز بتاعه التوربين، وبالتالي نحولها الى ميكانيكال انرجي، وبعد كده بناخد الميكانيكال انرجي دي عن طريق الجنريتور نحولها الى الكتريسيتي ونبدا نوزعها. هنتكلم الاول على السايكل الاساسيه او الفعليه، وبعد كده هنشوف ايه الايدياليزيشنز اللي عملناها عليها بحيث نقدر ان احنا نعمل لها اناليسيس بشكل بسيط وسهل. الاكشوال سايكل بتاعه البريتون سايكل هي كالاتي، زي ما هو واضح بتتكون من كومبريسور وكومباشن شامبر وتربان. الكومبريسور العمليه بتبدا من عنده عن طريق ان احنا بندخله فريش اير، الكونديشن بتاعته بتكون قريبه من الامبيانت كونديشن، يعني التمبريتشر بتكون من 20 ل 30 سيليزيوس تقريبا، والضغط بيكون قريب من الضغط الجوي. بيبدا عمل الكومبريسور يعمل عمليه كومبريشن للهواء اللي داخل ده، بيطلع عند الحاله 2 هاي بريشر اند هاي تمبريتشر، نبدا ندخله على الكومبشن شامبر، طبعا بندخل معاه فيول علشان نتمم عمليه الاحتراق. بينتج عن عمليه الاحتراق دي كومبشن جازس، عند الحاله رقم 3 بتكون البريشر بتاعها هي نفس البريشر بتاع النقطه رقم 2 اللي هو هاي بريشر، ولكن التمبريتشر بتكون اعلى نتيجة عملية الكومباشن اللي تمت. بنيجي بعد كده على الكومباشن جازز دي ندخلها على تربين، نعمل عملية اكسبانشن، وبناخد منها او بنحول الطاقة اللي موجودة في الكومباشن جازز اللي داخلة الى ميكانيكال انرجي زي ما اتفقنا على شكل ميكانيكال ورك اوت، وبعد كده بيطلع الاكزوست جازز عند لو بريشر ولو تمبريتشر، وبرميه في الهواء الجوي كاكزوست جازز، وارجع اعمل عمليه تاني من اول وجديد. طبعا ما بدخلش بقى نفس الاكزوست جازز، لا بجيب هواء هواء جديد فريش من اول وجديد. دي السايكل الفعليه اللي موجوده. الاحظ ان السايكل الفعليه الموجوده مبدئيا هي اوبن سايكل، لان اللي طالع هنا ما بيكملش ويرجع تاني عند الحاله الاولى، لا ده هو خلاص برميه وباخد بداله هواء جديد، فهي اوبن سايكل. فلما نيجي نعمل ايدياليزيشن ليها، من ضمن التعديلات اللي احنا بنعملها ان احنا بنحول البريتون سايكل دي الى كلوزد سايكل، وبيكون شكلها كالاتي. طبعا زي ما واضح الكمبريسور هو نفس الكمبريسور الموجود، والتربينه نفس الكلام، دول ما فيش فيهم اختلاف، لكن الاختلاف اللي حصل اللي عملته الكومباشن شامبر هنا استبدلتها بهيت اكسشينجر، كان انا بعمل هيت اديشن للهواء اللي طالع من الكمبريسور، اوكي بدل عمليه الكومبريسور، وبالتالي طبعا الهيت اكسشينجر هنا مفيش فيول بيستخدم، انا بعمل عمليه هيت اديشن مباشره للهواء، والهواء بيطلع عند الحاله 3 هنا بتمبريتشر اعلى، ولكن الضغط عند البي 2 بيساوي الضغط عند البي 3. هنلاقي برضه ان احنا زودنا، خليناها بدل ما هي اوبن سايكل خليناها كلوز سايكل، عن طريق ان احنا زودنا هيت اكسشينجر، باعتبار ان الهيت اكسشينجر الثاني ده بنقدر ان احنا نحول بيه الكونديشن بتاعت الحاله 4 اللي طالع من التوربينه، نرجعها لنفس الكونديشن الانيشيال اللي هي بتاعت النقطه 1 عن طريق الهيت ريجكشن اللي انا بعمله. وكده كده بنفترض ان التوربينه الضغط اللي طالع عندها البي 4 هو نفس الضغط اللي بيدخل عند الكمبريسور عند الحاله 1. فبنلاقي الاربعه بروسيس بتوع الايديال سايكل اللي احنا بنشتغل عليها من 1 ل 2
ايزنتروبيك كومبريشن، نختار طبعا الكمبريسور الكفاءه الايزنتروبيك بتاعته 100%، وبالتالي العمليه من 1 ل 2 بتكون ايزنتروبيك كومبريشن. بعد كده العمليه من 2 ل 3 بتكون خلال الهيت اكسشينجر، نفترض ان هي كونستنت بريشر، مفيش اي بريشر دروب، وبالتالي البي 2 بيساوي البي 3، وبنعمل هيت اديشن كيو ان. بعد كده من 3 ل 4 بنعمل اكسبانشن، ايزنتروبيك اكسبانشن جوه التربينه، بناخد من خلالها ورك اوت، والضغط طبعا بيقل من الحاله 3 للحاله 4. العمليه ايزنتروبيك يعني الاس 3 بتساوي الاس 4. بعد كده خلال الهيت اكسشينجر الثاني بنعمل هيت ريجكشن ات كونستنت بريشر، بحيث ان البي 4 بيساوي البي 1. ممكن نكتب هنا على جنب كده الحاجات الاساسيه عندنا، ان البي 2 بتساوي البي 3، طبعا ده الهاي بريشر، اوكي، والبي 1 بيساوي البي 4، ده اللي هو اللو بريشر. الاس 1 بتساوي الاس 2، الاس 3 بتساوي الاس 4، باعتبار ان العمليتين خلال الكمبريسور والتوربينه ايزنتروبيك بريس. لو لاحظت العمليات دي هتلاقي هي تقريبا نفس العمليات اللي كانت بتتم في الاوتو والديزل سايكل، ولكن الاوتو سايكل مثلا كان عندنا عمليتين ايزنتروبيك، هما نفس العمليتين الايزنتروبيك اللي هنا، ولكن العمليتين التانيين كانوا كونستنت فوليوم، احنا عندنا العمليتين التانيين كونستنت بريشر. فلو جينا نبص كده على التي اس دايجرام والبي في دايجرام بتوع السايكل، طبعا يهمنا هنا زي ما اتفقنا الـ PV بشكل أكبر، هنلاقي إن احنا عندنا عمليتين فعلا ايزنتروبيك، اللي هي من النقطة 1 للنقطة 2 دي كده ايزنتروبيك بروسيس، بعد كده من 2 ل 3 دي كونستنت بريشر، بحيث إن الـ P2 بتساوي الـ P3، وبنعمل هيت أديشن. بعد كده من 3 ل 4 ايزنتروبيك ريليشن تاني، بنوصل لحد النقطة 4 بحيث إن الـ P4 بيساوي الـ P1. بعد كده البروسيس الأخيرة بنعمل هيت ريجكشن علشان الحالة ترجع من 4 ل 1. نفس الكلام هنلاحظه على تي اس دايجرام، طبعا نقطة من 1 ل 2 كونستنت انتروبي ايزنتروبيك بروسيس، دي الاس 1 بتساوي اس 2، بعد كده من 2 الى 3 كونستنت بريشر هيت اديشن، ده كده المنحنى ده بيمثل خط ثبات البريشر على تي اس دايجرام، بعد كده من 3 الى 4 كونستنت بريشر او كونستنت انتروبي فبينزل بشكل رأسي لتحت، نقطة 4 لنقطة 1 كونستنت بريشر منحنى ثبات البريشر، وبيحصل هيت اوت او كيو اوت. لما نيجي هنا نعمل اناليسيس بقى للسايكل دي، بنبدأ ناخد كل جهاز من دول بشكل منفصل، ونبدأ نطبق عليه الانرجي بالانس بحيث نشوف اللي بيتم خلال الجهاز ده. طبعا كل جهاز من دول بيمثل ستيدي فلو ديفايس زي ما خدناها زي اللي خدناه في شابتر 5، فبالتالي هو اوبن سيستم، فبالتالي لما بنطبق المعادلات بنطبق معادلات الاوبن ايه الاوبن سيستم او الانرجي بالانس بتاع الاوبن سيستم، اللي هو بيقول ان كيو ماينس الدبليو بتساوي دلتا اتش، وهنهمل التغير في الكاينيتيك والبوتنشال انرجي. فهلاقي مثلا الكمبريسور دايما بيبقى فيه دبليو ان، فلو جينا نشتغل على الكمبريسور هنلاقي انه الدبليو ان خلال الكمبريسور بتساوي التغير في الاتش اللي هي اتش 2 ماينس الاتش 1، او بتساوي السي بي في التي 2 ماينس التي 1. لو احنا شغالين كونستنت سبيسيفيك هيت بنستخدم السي بي دلتا تي، لو احنا شغالين على فاريبل سبيسيفيك هيت فبالتالي بنشتغل بالاتش 1 والاتش 2، واللي بنحسبهم من التيبلز بتاعه الهواء اللي هو تيبل A17. بالنسبه للتربن نفس الايه نفس الفكره، ولكن هيبقى هيديني ورك اوت اللي هو هيساوي في الحاله دي التربينه بيدخل عند النقطه 3 يطلع عند 4 اتش 3 ناقص الاتش 4. طبعا هنا اللي داخل ناقص اللي طالع، لان الورك اوت بتبقى اشارته سالبه، فلما تروح الناحيه الثانيه او تغير الاشارات بالتالي هتقلب، هتبقى اتش 3 ناقص الاتش 4. احنا في الغالب بنكتب الكبير ناقص الصغير عشان ما ندخلش في حته الاشاره
ومش الاشاره. هيبقى اتش 3 بلس اتش 4 او السي بي في التي 3 ماينس التي 4. طيب عندنا جهاز ايه تاني؟ الهيت اكستشينجر، سواء اللي بيحصل فيه الهيت اديشن او اللي بيحصل فيه الهيت اكستشينجر. فبنلاقي ان الهيت اديشن اللي هي الكيو ان بيبقى داخل عند 2 يطلع عند 3، فهي اتش 3 ناقص اتش 2 او السي بي في التي 3 ماينس التي 2 بالنسبه للكيو اوت بتساوي بيدخل عند 4 يطلع عند 1، يبقى اتش 1 اتش 4 ناقص اتش 1 او السي بي في التي 4 ناقص التي 1. دي كده الاربع انرجي ترانسفير اللي بيحصلوا خلال السايكل. طبعا لو احنا عايزين نحسب الدبليو نت اوت فممكن نجيبها عن طريق الدبليو ان او الدبليو اوت ماينس الدبليو ان، يعني الدبليو اوت هو البنت بتبقى اعلى دبليو اوت ماينس الدبليو ان، او ممكن نجيبها عن طريق الكيو ان ماينس الكيو على حسب اللي انت حاسبه في المساله او على حسب الطريقه اللي انت شايفها اسهل بالنسبه لك على حسب الايه المساله اللي انت شغال عليها. لو حبينا نحسب الكفاءه بتاعه السايكل تسمى الافشنسي للبرايتون سايكل، فهي بتساوي الدبليو نت اوت على الكيو ان. لو شلت الدبليو نت وحطيت كيو ان ماينس كيو اوت فهتلاقي بتساوي 1 ماينس الكيو اوت على الكيو ان، وهتلاقي ان هي نفس المعادله اللي احنا شغالين عليها في كل السايكلز باختلاف المعادله اللي احنا بنعوض بيها في كل سايكل. طيب هتلاقي انه في البرايتون سايكل الكمبريسور بيبدا يعمل بريشر او بيضغط النقطه 1 الى النقطه 2 فبيديني البي 2 اكبر من الايه البي 1 او البي من اللو بريشر للهاي بريشر. النسبة ما بينهم بنسميها البريشر ريشيو. لو تفتكر في الاوتو والديزل سايكل كنا بنشتغل بالكمبريشر ريشيو اللي هي بتساوي الفي ماكسيموم على الفي مينيموم. هنا البريشر ريشيو بنديلها رمز ار بي بتساوي البي ماكسيموم على البي مينيموم او الهاي بريشر على اللو بريشر. الهاي بريشر اللي هو البي 2 على اللو بريشر اللي هو البي 1، او ممكن حد تاني يقول ما البي 2 هي نفسها البي 3 والبي 1 هي نفسها البي 4. فالبريشر ريشيو يا اما عن طريق الكمبريسور بتساوي البي 2 على البي 1 او عن طريق التربن بتساوي البي 3 على البي 4 الكبيره الصغيره. تمام العمليه من 1 ل 2 ايزنتروبيك، فبالتالي لو احنا معانا الكونديشن عند النقطه 1 نقدر نجيب الكونديشن عند النقطه 2 من خلال علاقات الايزنتروبيك. واهم علاقه هنتعامل بيها في حاله البايزو سايكل هي التي 2 على التي 1 تساوي البي 2 على البي 1 اس كي ناقص 1 على كي. دي كده ايه علاقه الريليشن. طبعا ممكن نقول ان بتساوي البي 2 على البي 1 اللي هي الار بي اس كي ناقص 1 على كي. نفس الكلام من النقطه 3 للنقطه 4 بتلاقي ان T4 على T3 تساوي ال P4 على ال P3 نص K ماينس 1 على K، وبالتالي بتساوي ال P4 على P3 اللي هي مقلوب ال P3 على ال P4. تمام فهي 1 على ال RP زي ما جبنا هنا ال RP بتساوي ال P3 على ال P4. طيب دي ال P4 على P3 يبقى هي 1 على ال RP، يبقى T4 على T3 بتساوي 1 على ال RP نص K ماينس 1 على K. من خلال العلاقات دي بدأ ان هو يعوض بيها في المعادله بتاعه البرايتون سايكل، لانه دلوقتي هو الكلام ده بيساوي 1 ماينس لو شلنا الكيو اوت على الكيو ان وحطينا بدلها العلاقات اللي احنا جبناها الكيو ان بتساوي السي بي تي 3 ناقص تي 2 والكيو اوت بتساوي السي بي تي 4 ناقص تي 1، فنلاقي ان الكفاءه بتساوي 1 ماينس التي 4 ماينس التي 1 على التي 3 ماينس التي 2. وطبعا السي بي اللي في الباسطه هتروح مع السي بي اللي في المقاومه، بس طبعا عشان نعوض بالكلام ده لازم نكون شغالين كونستنت سبيسيفيك هيت. بدا ياخد العلاقه دي ويشتغل عليها لحد ما جاب العلاقه ما بين
الكفاءه بتاعه البايونتون سايكل والبعيشه عيشه اللي بتستخدم في البايونتون سايكل لها العلاقه كالاتي: كفاءه الثمل للبايونتون سايكل تساوي 1 ماينس 1 على الار بي اس كي ماينس 1 على كي. زي ما اتفقنا العلاقة دي بنستخدمها فقط في حالة constant specific heat. طيب ايه تأثير البريشر ريشيو على الكفاءة؟ هلاقي انه البريشر ريشيو كل ما بتزيد كل ما كفاءة السايكل بتزيد، والرسمة دي بتوضح العلاقة بينهم. هنلاقي هنا اهو كل ما البعيش عيشه بتزيد بمشي في الاتجاه ده، كل ما هلاقي المنحنى ده طالع لفوق، فمعنى كده ان قيمة البايتون سايكل لو افترضنا مثلا خدنا عند ال 15 هتلاقي طلعنا رأسي كده، هتلاقي ان الكفاءة تقريبا 58%. لو زادت بقت 20 تلاقي الكفاءة زادت بقت حوالي 63%، وهكذا. كل ما البعيش عيشه بتزيد كل ما الكفاءة بتزيد. إذن هي علاقة طردية. ولكن هنلاقي عندنا مشكلة تانية، انه ما ينفعش ان انا ازود الار بي وخلاص، لانه الكفاءه بتاعه السايكل كمان بتعتمد على الماكسيمم تمبريتشر في السايكل. والماكسيمم تمبريتشر في السايكل هنا فاحنا بنتكلم على تي 3 اللي هي التمبريتشر عند دخول الترم. كل ما بنزود التمبريتشر التي 3 دي ده بيزود الدبليو نت بتاع السايكل، وبالتالي بيشكل عامل اساسي في الكفاءه بتاعه الايه بتاعه السايكل. المشكلة بقى عندنا في التي 3 دي ان هي ما ينفعش نزودها برضو على اي حاجة كده خالص، لان الماتيريال المصنوع منها التوربينة هي ما تقدرش تستحمل درجات حرارة عالية، فبالتالي هي ليها ليميت تقدر تستحمل. اوكي طيب لو افترضنا انه مثلا هنقول ان التمبريتشر تي 3 دي اقصى تمبريتشر نقدر ندخل بيها تي 3 هي 1000 كلفن مثلا، هلاقي انه البريشر ريشيو بتاثر في قيمه الدبليو نت في الحاله دي. كل ما البريشر ريشيو بتزيد كل ما الدبليو نت بتزيد، بس لحد ما بيوصل عند قيمه معينه للبريشر ريشيو وبعد كده يبدا الدبليو نت يقل مره ثانيه. علشان نوضح الكلام ده خلينا نشوف الرسمه اللي هنشوفها دي. طبعا هنلاحظ هنا الرسمه دي بتحدد قيمه الدبليو نت، ان الدبليو نت احنا اتفقنا ان هي بتبقى المساحه اللي جوه الشكل، فده كده الشكل ده تمام، المساحه اللي جوه الشكل او اللي جوه السايكل دي بتمثل قيمه الدبليو نت سواء هنا او هنا. فهي المساحه اللي بالاخضر دي هي بتمثل قيمه الدبليو نت. هنلاقي هنا ان احنا لو ثبتنا التي ماكسيمم عند 1000 ثبتنا التي مينيموم عند 300 مثلا، فهلاقي انه على حسب قيمه البريشر ريشيو شكل الدبليو نت او المساحه بتاعه اللي بتمثل الدبليو نت بتتغير. هنلاقي مثلا الار بي ب 2 هيدينا المساحه اللي هي اللي تحت دي، ده لو الار بي ب 2. طيب لو الار بي زاد شويه بقى 8.2 هيدينا المساحه اللي هي 1 2 3 4. الار بي لو زاد عن كده هنلاقي ان هو بيدينا المساحه الصغيره اللي هي الناحيه الثانيه دي. هنلاقي ان كل ما الار بي بيزيد بيزود المساحه وبالتالي بيزود الدبليو نت لحد ما بيوصل عند قيمه معينه اللي هي هنا 8.2 للار بي، بيكون عندها الدبليو نت هو الماكسيموم. لو الار بي زاد بعد كده عن ال 8.2 هنلاقي انه المساحه بتبدا تقل ثاني وبالتالي الدبليو نت بيقل. بالتالي احنا لما نيجي نصمم
سايكل بالشكل ده بنحدد الار بي بحيث ان هو يكون افضل يدينا الدبليو نت ماكسيموم او على الاقل يبقى حاجه قريبه من الدبليو نت ماكسيموم اللي السايكل دي تقدر ان هي تشتغل عليها. لقى ان قيمه الار بي اللي تدينا الدبليو نت ماكسيموم المفروض العلاقه بتاعتها هي بتساوي التي ماكسيموم على التي مينيموم اس كي على 2 في ك ماينس 1. طلع معايا التي مينيموم والتي ماكسيموم، نعوض في العلاقه دي نجيب قيمه الار بي. ده الار بي that give the maximum W net. Okay. آخر علاقة من العلاقات المهمة اللي احنا بنتعامل بيها وهي برضه خدناها قبل كده الـ back work issue، خدناها في أول فيديو. قلنا الـ back work issue الـ RPW هي عبارة عن الـ work بتاع الـ compressor على الـ work بتاع التوربينة، يعني الـ work in على الـ work out بحيث لو طلبها في أي مسألة. قبل ما نشوف مسائل في برضه جزء بيهمنا وهو الـ actual cycle. الـ actual cycle طبعا احنا شغالين هنا على الـ ideal، فالعملية من 1 لـ 2 ومن 3 لـ 4 isentropic، ومن 2 لـ 3 ومن 4 لـ 1 constant pressure. العملية الـ ideal الـ actual او فعليا بقى بنلاقي انه العمليتين الكونستنت بريشر، لا هما مش شرط يكونوا كونستنت بريشر، لانه في الواقع خلال الفلو من عند بعد الكمبريسور لحد ما يوصل للتوربينه بيحصل بريشر دروب، وبالتالي البي 2 بتكون اكبر من البي 3. نفس الكلام هنا البي 1 بيكون اقل من البي 4 لانه عشان يوصل من 4 ل 1 بيحصل له بريشر دروب، فطول ما هو ماشي البريشر بي ايه بيقل. بنلاقي السايكل بتبقى بالشكل ده. دي الاكشوال وهيتو سايكل. هنلاقي انه زي ما اتفقنا اهو النقطة 2، خلينا نتكلم على 2 هنعرف ايه الفرق ما بين النقطتين دول دلوقتي. بس 2 الضغط هنا ده الكونستنت بريشر اللي هو الخط الاسود، انما هو الفعلي بيمشي على خط المنقط اللون الاخضر ده، بحيث ان النقطة 3 البريشر بتاعها اقل من البريشر بتاع النقطة 2. نفس الكلام الضغط عند النقطة 4 اعلى من الضغط عند النقطة 1. ولكن اغلب المسائل اللي احنا بنشتغل عليها بنفترض ان البريشر ثابت. امال ايه بقى اللي بيختلف من الايديال للاكشوال برايتون سايكل وبيهمنا وبيدخل معانا في المسائل؟ هو العمليه من 1 ل 2 والعمليه من 3 ل 4 اللي هما الايزنتروبيك بروسيس. زي ما خدنا في الشابتر 7 اللي هو كنا بنتكلم فيه على الانتروبي، قلنا انه اي عمليه بيحصل خلالها او بتحصل بشكل ايزنتروبيك خلال الكمبريسور والتوربينه بيبقى ليها كفاءه بنسميها الايزنتروبيك افشنسي. ولو الايزنتروبيك افشنسي بتاعت الجهاز سواء الكمبريسور او التوربين اقل من 100% العمليه ما بتطلعش ايزنتروبيك. ايه اللي بيحصل؟ الانتروبي بتزيد شويه، ولكن لو الكفاءه 100% في الحاله دي العمليه هتطلع ايزنتروبيك. وده اللي احنا كنا شغالين عليه في السايكل الايديال، ان احنا العمليه ايزنتروبيك باعتبار ان كفاءه الكمبريسور والتوربينه 100%. لو كفاءه الكمبريسور والتوربينه اللي هي الايزنتروبيك افشنسي اقل من 100% فبالتالي هنا العمليه مش هتبقى ايزنتروبيك. فاللي طالع من النقطه 1 للنقطه 2 اللي هو الخط الرأسي ده في حاله الايزنتروبيك ده مش هيحصل. الاكشوال اللي هيحصل ايه؟ ان هو يطلع مايل لقدام شويه كده اللي هو الخط الواصل من النقطه 1 للنقطه 2 ايه؟ 2 ايه اختصار اكشوال.
نفس الكلام من النقطة 3 هينزل للنقطة 4 اس، ده الكلام ده لو هو ايزنتروبيك، انما لو هو الكفاءة الايزنتروبيك اقل من 100% فهو هينزل مايل لقدام شوية، بحيث انه الاس بتاعت النقطة 4 اكشوال تبقى اعلى من الاس 3. طيب يهمنا هنا بقى ازاي نحسب الاتش او التمبريتشر، اوكي، عن طريق معادلات الايزنتروبيك افشنسي اللي خدناها في شابتر 6، خلينا نفتكرها مع بعض. بالنسبة للكمبريسور، الكفاءة بتاعت الكمبريسور بتساوي الورك الايزنتروبيك بتاع الكمبريسور على الورك الاكشوال. الورك الايزنتروبيك هو بيعتمد على النقطة 2 لو العملية طلعت ايزنتروبيك، اللي هو هنا الخط الواصل من نقطة 1 للنقطة 2 اس. طب هو بيساوي ايه الورك؟ يساوي دلتا الاتش، اتش 2 ناقص الاتش 1، بس هستخدم هنا النقطة 2 اس علشان انا بتكلم على الايزنتروبيك. على الورك الاكشوال هيبقى برضه نفس الكلام اتش 2 ناقص اتش 1، بس هنستخدم هنا الاتش 2 اكشوال. طيب بالنسبه للتربينه العكس، الدبليو اكشوال على الدبليو الايزنتروب بتساوي الدبليو اكشوال، طبعا هنا بيدخل عند 3 يطلع عند 4، اوكي، فهي اتش 3 ناقص اتش 4، اتش 3 ناقص اتش 4 اكشوال، يبقى اتش 4 اكشوال على ال W isentropic، يبقى H3 ناقص H4 isentropic. لو احنا هنشتغل بالتمبريتشر اللي هي، فهنشيل الدلتا H ونحط ال CP دلتا T، فال CP اللي في الباستا هتضيع مع المقام، فهيبقى لي ال T2S ناقص T1 على ال T2 actual ناقص T1. نفس الكلام هنا، ال T3 ناقص ال T4 actual على ال T3 ناقص ال T4 isentropic. طيب هنا بيكون ايه المطلوب؟ يا يعني اما هو بيديني حاجه في المساله اقدر اجيب منها، مثلا لو احنا شغالين على كومبريسور اقدر اجيب منها ال T2S وال T1 وال T2 actual، وبالتالي اقدر اجيب الكفاءه، او بيديني الكفاءه وبيديني ال T1، انا بقدر احسب ال T2S من علاقات الايزنتروبيك، لان النقطه 2S دي هي نقطه العلاقه لما العلاقه تبقى ايزنتروبيك، انما النقطه 2 اكشوال هي دي اللي بتبقى عايزين نجيبها. لو معايا تي 1 والتي 2 اس والكفاءه اقدر اجيب التي 2 اكشوال. نفس الكلام عند التوربينه، لو معايا تي 3 والتي 4 ايزنتروبيك والكفاءه اقدر اجيب التي 4 اكشوال، وبالتالي اقدر احل الايه، احل المساله. طيب نشوف بقى مسائل على البايثون 981. بيقول لي هنا اجاز توربين باور بلانت اوبريتس اون سمبل بايثون cycle with air as the working fluid and delivers 32 megawatt of power. The minimum and maximum temperature in the cycle are 310 and 900 كيلو باسكال. طبعا لو جينا رسمنا السايكل على ال TS diagram، هتبقى بالشكل ده. طبعا النقطة من 1 ل 2، هنا من 1 ل 2 اس لو هيطلع سيدا، تمام، ده في حالة الايزنتروبيك، انما الفعلي هو بيطلع مايل شوية كده من 1 ل 2، بعد كده من 2 ل 3 كونستنت بريشر، بعد كده من 3 ل 4 اس خط رأسي، او من 3 ل 4 بيميل شوية لقدام، بعد كده من 4 يرجع تاني الى النقطة 1. طبعا هنا المسألة فيها زي ما هو ايه اللي هنا، اسيومنج الايزنتروبيك افشنسي 80% للكمبريسور و86% للتوربينه، فالعمليه في التوربينه وفي الكمبريسور الاثنين مش ايزنتروبيك، فبالتالي بنحط الايه، ال2 اس و2 اكشوال وال4 و4 اس و4 اكشوال. لو هو مش قايل لي حاجه عن الايزنتروبيك افشنسي بتاعت الكمبريسور والتوربينه ومش طالبهم في المساله، في الحاله دي بنحط خلاص النقطه 2 اس دي نعتبرها هي 2، النقطة 4 اس نعتبرها هي 4، والخط المايل ده والخط المايل ده ما يبقاش داخلين معانا في المسألة. اوكي؟ فبيقول لي هنا ان المينيموم والماكسيموم تمبريتشر 310 و 900، دايما المينيموم تمبريتشر هي ال T1 والماكسيموم تمبريتشر اللي هي ال T3. فال T1 تساوي 310 كلفن وال T3 بتساوي 900 كلفن. وقايل لي هنا ان السايكل اللي احنا شغالين عليها هي سمبل برايتون سايكل و ديليفر 32 ميجا وات اوف باور، يعني الدبليو نت اوت
طبعا دبليو دوت لان هو مديني باور، اوكي، وحدته بالكيلو وات او بالميجا وات، 32 ميجا وات. The pressure of air at the compressor exit is 8 times the value of the compressor at inlet. اللي داخل الكمبريسور هو البي 1، اللي طالع هو البي 2. فهو بيقول لي اللي طالع من الكمبريسور اللي هو البي 2 بيساوي 8 اضعاف قيمه اللي داخل، يعني البي 2 على البي 1 بتساوي 8 اللي هي الار بي بعيش عيش. الكفاءه بتاعت الكمبريسور 80%، الكفاءه بتاعت التوربينه 86%. الايزنتروبيك افشنسي، علشان برضه في ناس بتلخبط بينهم، الايزنتروبيك افشنسي بتاعت الكمبريسور والتوربينه ملهاش دعوه بالثيرمال افشنسي بتاعت السايكل ككل. اوكي، دي حاجه ودي حاجه. عايز يحسب ايه؟ الماس فلويد اوف اير ثرو ذا سايكل الام دوت. Account for the variation of specific heat with temperature. عايزك تحلها على ال variation، بس انا مش عايز احلها على ال variation، انا هحلها على ال constant specific heat. اوكي، كونست سبيسيفيك هيت ويز تمبريتشر. وعايز الام دوت. عشان نبدا نحل احنا محتاجين كل التمبريتشرز بتاعت المساله، فبالتالي معايا التي 1 والتي 3. عايزين التي 2، عشان نجيب التي 2 لازم الاول نجيب التي 2 اس. طيب التي 2 اس بتجيبها ازاي؟ عن طريق علاقات الايزنتروبيك، لان من 1 ل 2 اس ايزنتروبيك. يبقى اقدر اقول ان التي 2 اس على التي 1 بتساوي البي 2 على البي 1 اس كي ماينس 1 على كي. تمام، طبعا هنا انا شغال كونستنت سي كي، فبجيب الكي بتاعت الهواء والسي بي والسي في، الكلام ده كله بجيبهم من الايه التيبل. بنحتاج بس السي بي اللي هي 1.5، وبنحتاج الكي اللي هي 1.4، ده فروم تيبل. من هنا نقدر نجيب التي 2 اس بتساوي التي 1 البي 2 على البي 1، اتفقنا اللي هي بتساوي الار بي اس كي ماينس 1 على كي، ونعوض التي 1 310 في الار بي 8 أس كي ناقص 1، 1.4 ناقص 1 على 1.4، ونحسب التي 2 اس هتطلع 561.5 كلفن. جبنا التي 2 اس، نقدر دلوقتي نجيب من كفاءة الكمبريسور إن إحنا عارفين إن هي بتساوي التي 2 اس ناقص التي 1 على التي 2 اكشوال ناقص التي 1. اتنين اكشوال هنا هو مسميها اتنين وخلاص، مش هتفرق. طيب الكفاءة بتاعت الكمبريسور 8/10 هتساوي التي 2 اس 561.5 ناقص التي 1 اللي هي 310 على التي 2 الفعلية ناقص 310، ونحل دي نجيب قيمة التي 2 هتطلع 624.375 كلفن. نفس الطريقة هنجيب التي 4، التي 4 اس على التي 3 بتساوي البي 4 على البي 3 اس كي ماينس 1 على كي. من هنا نقدر نقول ان التي 4 اس تساوي التي 3، قلنا البي 4 على البي 3 اللي هي 1 على الار بي اس كي ماينس 1 على كي، وتساوي التي 3 مديها لنا 900 في 1 على 8 اس 1.4 ناقص 1 على 1.4. وده هيدينا التي 4 ايزنتروبيك هتساوي 496.8 كلفن. من الكفاءة بتاعة التوربينة
الكفاءة بتاعت التوربينة بتساوي التي 3 ناقص التي 4 على التي 3 ناقص التي 4 ايزنتروبيك. الكفاءة بتاعت التوربينة 86% هتساوي 900 ناقص التي 4 اللي احنا عايزين نحسبها على 900 ناقص التي 4 اس اللي هي 496.8. من هنا نقدر نجيب التي 4 الفعلية هتطلع بكام؟ تطلع 553.248 كلفن. هو عايز الام دوت. طبعا الام دوت هنقدر نجيبها منين؟ احنا عندنا دبليو دوت. اوكي، لو احنا جبنا السبيسيفيك ورك نت اوت اللي هو هيبقى الدبليو نت اوت سمول بيساوي الدبليو اوت ناقص الدبليو ان، هتساوي الدبليو اوت اللي هو عبارة عن السي بي في التي 3 ناقص التي 4 الفعلية ناقص الـ WN اللي هي السي بي في الـ T2 ناقص الـ T1. الجزء الأولاني اللي هو الـ Wout ده بتاع التوربينة، فالسي بي في الـ T3 ناقص الـ T4 ده اللي خاص بالتوربينة ناقص الـ WN اللي هو السي بي T2 ناقص الـ T1. دلوقتي معايا الـ T3 والـ T4 والـ T1 والـ T2 نقدر نعوض هنا ونجيب الـ W net out، يبقى تساوي السي بي جبناه من التيبل 1.5 من 1000 تي 3 900 ناقص التي 4 اللي احنا طلعناها 553.248 ناقص السي بي 1.5 من 1000 في التي 2 ماينس التي 1، التي 2 اللي هي كانت طالعة 624.375 ماينس التي 1 اللي هي 310. ده هيدينا الـ W net out الـ specific هيساوي 32.5 كيلو جول على كيلو جول. بما ان الـ W dot net out بتساوي الـ M dot في الـ W net out اللي هو الـ specific، وبالتالي الـ M dot بتساوي الـ W dot net out على الـ W net. W dot اللي هو 32 ميجا وات، تمام؟ انا عايزها كيلو لان انا بشتغل بالكيلو، وبالتالي هضربها في ايه؟ في 1000 على الناتج اللي طالع هنا اللي هو 32.5. ده هيدينا قيمة ال M dot هتساوي 984.6 كيلو جرام بير سكند، وده المطلوب في المسألة. طبعا حد تاني كان ممكن يشتغل بطريقة أذكى من كده شوية. ازاي؟ لو بصيت انت على معادلة الكفاءة بتاعت الكمبريسور هتلاقي البسط T2 S ناقص T1 على T2 ناقص T1. اللي احنا محتاجينه في WN هنا هو CP في T2 ناقص T1. لو جبنا T2 ناقص T1 من هنا على طول بشكل مباشر هنلاقي ان هي بتساوي T2 S ناقص T1 على الكفاءة بتاعت الكمبريسور. وبالتالي هجيب T2 S اللي هي 561.5 وتبقى 561.5 ناقص التي 1 اللي هي 310 على الكفاءة بتاعت الكمبريسور اللي هي 8 من 10. ونفس الايه، بنفس الطريقة هنا تحت انا عايز التي 3 ناقص التي 4، هلاقي من المعادلة بتاعت كفاءة التوربينة التي 3 ناقص التي 4 بتساوي الكفاءة بتاعت التوربينة ضرب التي 3 ناقص التي 4 اس، ويعوض عليها بشكل مباشر هنا ويكمل الخطوات بنفس الطريقة. المسألة الثانية اللي معانا بيقول A simple Brayton cycle using air as a working fluid has a pressure issue، مديني قيمة الـ RP تساوي 10 زي ما احنا عارفين هي الـ B2 على الـ B1. The minimum and maximum temperature اللي هي الـ T1 والـ T3، T1 295 كلفن، الـ T3 1240 كلفن. برضو تاخد بالك من الوحدات لانه ممكن يلخبطك ويديك المساله بالسيليزيوس فتبقى مضطر ان انت تحولها لكلفن.
assuming asymptotic efficiency بتاعت ال الكمبريسور تساوي 83% and 87% for turbine، الكفاءة بتاعت التوربينة بتساوي 87%. determine عايز ال air temperature at the turbine exit اللي هي T4، ده مطلوب ايه؟ المطلوب بيه the network output W net out و thermal efficiency. دلوقتي المسألة هنا هو ما حددليش أنا المفروض أشتغل على constant specific heat ولا variable specific heat، فبالتالي في الحالة دي بيكون الأدق أو الأصح إن إحنا نشتغل بال variable specific heat، فإحنا هنشتغل المسألة دي بال variable specific heat، وهنشوف الفرق ما بينها وما بين المسألة اللي خدناها من شوية اللي اشتغلناها بال constant specific heat. مبدئيا أول حاجة زي ما إحنا عارفين اي مسألة بالشكل ده بنرسم السايكل بتاعتها الاول، بالنسبة للبريتون بنرسم التي اس دايجر، عايز ترسم التي اس والبي في يكون افضل، البي في طبعا هو نفس الايه الشكل اللي اخدناه قبل كده ما بيفرقش كتير. طيب بعدين هنبدأ نحل، معانا التي واحد والتي ثري، احنا عايزين التي فور، طبعا عشان نجيب التي فور هنحتاج نجيب كمان التي تو، وهنحتاجهم كده كده علشان نجيب النتورك اوت والثيرمال افشنسي. خلي بالك هنا طالما هنشتغل فاريبل سبيسيفيك هيت يبقى احنا عايزين الاتش، مش هنشتغل بالسي بي دلتا تي. طيب مبدئيا معانا تي 1 ات تي 1 بتساوي 295 كلفن، تيبل A 17 هنجيب ال H1 تساوي 295.17 كيلو جول على كيلو جرام، وهنجيب هنحتاج ال PR1 اللي هو يساوي 1.3068. اوكي طيب طبعا ال PR1 علشان نجيب منه ال PR2، ال PR2 على ال PR1 بتساوي ال P2 على ال P1، ال P2 على ال P1 اللي هي ال RB، وبالتالي من هنا نقدر نجيب ال PR2 هتساوي ال PR1 ضرب ال RB، ال PR1 1.3068 في ال RB اللي هو مديها لي ب 10 يطلع 13.068. هندخل at ال PR2 بيساوي 13.068 من تيبل A 17، وهنجيب ال H2، بس خلي بالك ال H2 اللي هتطلع من التيبل هنا هي ال H2S، لأنه التيبل العلاقة ما بين ال PR2 على ال PR1 بتساوي ال P2 على ال P1، ده علاقة للايزنتروبيك ريليشن، وبالتالي النقطة 2 اللي احنا جايبينها هي النقطة 2S مش النقطة 2 الفعلية، هتساوي 570.26 كيلو جول على كيلو جرام، ولو عايزين الـ T2S كمان نقدر نجيبها هتطلع 564.9 كلفن. اوكي طيب عايزين بعد كده بقى ال H2 الفعلية، يبقى من كفاءة الكمبريسور، كفاءة الكمبريسور بتساوي ال H2S ناقص ال H1 على ال H2 H1 ناقص ال H1، من هنا نقدر نجيب ال H2 H، الكفاءة بتاعت الكمبريسور مديها لي ب 83% يعني 0.83 هيساوي ال H2S اللي احنا مطلعينها 570.26 ناقص ال H1 اللي احنا مطلعينها برضه من التيبل 295.17 على ال H2 اللي احنا عايزينها ناقص ال H1 295.17، الكلام ده هيديني ال H2 actual
هتطلع بتساوي 626.6 كيلو جول على كيلو جرام. اللي عملناه في الحالة ما بين 1 و2 نعمله تاني في الحالة ما بين 3 و4. أنا معايا تي 3 بتساوي 1240 كلفن من تيبل A 17. نقدر نجيب ال H 3 تساوي 1324.93 كيلو جول على كيلو جرام، وهنجيب ال PR 3 هتطلع بتساوي 272.3. طيب نجيب بعد كده ال PR 4 على ال PR 3 بتساوي ال PR 4 على ال P 3. عارفين ال PR 4 على ال P 3 هي 1 على ال RP، لأن هي ال PR 4 على ال P 3 هي ال P 1 على ال P 2. لو قلبناها تبقى 1 على ال إيه؟ على ال RP. فبالتالي هتبقى ال PR 4 بتساوي ال PR 3 ضرب 1 على ال RP، بتساوي ال PR 3 اللي هي 272.3 في 1 على 10 تطلع 27.23. ناخد بقى ال PR 4 ندخل اللي هي طلعت بتساوي 27.23، ندخل بيها تيبل A 17 ونجيب ال H4S 702.07 كيلو جول على كيلو جرام، ونجيب ال T4S اللي هي بتساوي 689.6 كلفن. طيب احنا عايزين ايه بقى؟ احنا عايزين تي 4، اوكي؟ بس تي 4 ما ينفعش اجيبها من علاقه الايه؟ الكفاءه بتاعت التوربينه اللي هي بتساوي اتش 3 ناقص الاتش 4 على الاتش 3 ناقص الاتش 4 اس. ما ينفعش اعوض بنفس العلاقه دي بس احط التي بدل الايه؟ بدل الاتش، لانه التي يبقى انا مستخدم السي بي، وبالتالي يبقى انا شغال كونستنت سبيسيفيك هيت، انما احنا شغالين فاريبل، فما ينفعش اقول بدل الاتش هنا اقول التي، ما ينفعش. اوكي؟ لازم اشتغل بالاتش. طيب ايه الحل؟ ان احنا نطلع من هنا الاتش 4 ومن التيبل نجيب التي 4. طيب نشوف الكلام ده. طبعا هنا هنشيل الكفاءة بتاعت التوربينة ونحط بدلها 0.87، الكفاءة ب 87. الكلام ده بيساوي ال H 3 اللي هي 1324.93 ناقص ال H 4 اللي احنا عايزين نجيبها على 1324.93 ماينس ال H 4 S اللي هي اللي احنا مطلعينها 702.07. من هنا نجيب ال H 4 Actual هتطلع بتساوي 783.04 كيلو جول على كيلو جول. القيمة دي بقى اللي هي H4 بتساوي 783.04 كيلو جول على كيلو جرام، تدخل بيها تيبل A 17 وتشوف قيمة التي بكام. التي اللي انت هتجيبها هي التي 4 الفعلية، هتطلع بتساوي 764.4 كلفن، وده المطلوب ايه. المطلوب بيه ال W net out. خلاص احنا طالما جبنا الاتشات ال W net سهلة، يا اما نجيب ال W in وال W out ونطرح الاثنين، او نجيب ال Q in وال Q out ونطرح الاثنين. خلينا نشتغل بال Q in. Q in بتساوي H 3 ناقص ال H 2. ال H 3 1324.93 ناقص ال H 2 اللي هي 626.6، الكلام ده هيساوي 698.3 كيلو جول على كيلو جرام. طبعا بنشتغل بالايه؟ بالنقطه 2 الاكشوال والنقطه 4 الاكشوال. ال Q out تساوي ال H 4 اكشوال ناقص ال H ايه؟ ناقص ال H 1 بتساوي ال H 4 لسه مطلعينها 783.04 ناقص ال H 1 اللي هي 295.17، تدينا ال Q out تساوي 487.9.
كيلو جول على كيلو جرام. إذن الـ W net out يساوي Qn minus Q out. الكلام ده هيساوي نطرح الرقمتين ببعض هتطلع 210.4 كيلو جول على كيلو جرام. ده المطلوب. اخر مطلوب معانا المطلوب سي، عايز السم الافشنسي بتاعه السايكل بتساوي الدبليو نت اوت على الكيو ان، او بتساوي 210.4 على الكيو ان اللي هي 698.3، يطلع بيساوي 0.3013 اضعف 100. اذا السم الافشنسي بتساوي 30.13%، وده المطلوب الأخير في المسألة. طبعا إن شاء الله هتلاقي في مسائل إضافية على البايثون سايكل سواء الأيديال أو الأكشوال في البي دي إف زيادة عن المسائل اللي إحنا حليناها مع بعض دي. ولو في أي استفسار تقدر تتواصل معايا على الواتساب على الرقم اللي ظهر على الشاشة، وهتلاقي اللينكات اللي تقدر تتواصل معايا منها في الوصف تحت الفيديو. بالتوفيق إن شاء الله، والسلام عليكم.